سوف نتعرف على طريقة الطريقة كيفية تحل مشكلة التطبيق لا يفتح على التطبيق ممكن على ضغط الاعدادات نضغط على التطبيقات ثم سوف نقوم على استياش خاص بكم سوف نقوم بالضغط على ايقاف الاجباري سوف نضغط على الموافقة ثم سوف نقوم على مكان تخزين سوف نضغط على مسح تخزين ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل الهاتف الخاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم سوف يظهرنا على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سياج، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والإشتراك في القناة. انا أكون في الفيديو القادم ان شاء الله